نهاية العالم. هل يمكن لوباء فطري أن يحولنا جميعا إلى كائنات الزومبي؟ يصعب تصديق ذلك، لكن في عالم الحشرات هذا حقيقي. اسمحوا لي أن أقدم لكم شيئا مرعبا حقا، إنه الفطر الذي يحول ضحاياه إلى زومبي. تدخل أبواغه الجسم، ثم ينمو الفطر ويبدأ في اختطاف عقل مضيفه حتى يفقد السيطرة. يلتهم الفطر الطفيلي ضحيته من الداخل، ويستخرج منه كل العناصر الغذائية، بينما يستعد للنهاية الكبيرة، ثم في مشهد أكثر إثارة للقلق من أي فيلم رعب، ينفجر وتنتشر أبواغه في كل شيء في المكان، ويقضي على الآخرين بنفس مصير الزومبي. يبدو وكأنه عمل من الخيال، لكن مملكة الفطريات المتميزة عن النباتات والحيوانات تتراوح من الفطر الصالح للأكل إلى الطفيليات المثيرة للكوابيس. ولكن في العالم الحقيقي، هل من المحتمل أن يحدث وباء الزومبي أو جائحة تسببها فطريات أخرى؟